بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الأخ شيخ رائد مسجد إمام مسجد عثمان بن عفان كفر برا، الأخ رئيس الحركة الإسلامية أبو عدي، الإخوة والأخوات الضيوف الأعزاء من جلجولي ومن كفر برا، أهلا وسهلا بكم في هذا المهرجان المبارك استقبالا للشهر رمضان العظيم. في البداية طبعا أبارك لنا جميعا قدوم شهر رمضان المبارك، ثم أبارك لأهل جلجوليا بناء هذا الصرح العظيم، مسجد الروضة الذي بفضل الله تعالى تم بناؤه في مدة قياسية مقدارها شهرين، وهذا بفضل الله تعالى أولا، ثم بفضل الجهود والسواعد الفتية التي أصرت أن ترابط في هذا المسجد في الليل والنهار. هناك من الإخوة بارك الله فيهم أوقفوا أعمالهم وشغلهم الخاص بهم، وأنذروا وأوقفوا جهودهم ووقتهم ومالهم من أجل أن يرفع هذا البيت ليذكر فيه اسم الله تعالى. فبارك الله في الجهود، وبارك الله في هذه السواعد، بارك الله في كل أخ وأخت قدم من ماله وجهده حتى ينشأ هذا المسجد العظيم، مسجد الروضة. فمباركا لكم أيضا هذا الصرح. ثم أبارك الإخوة الشباب أصحاب المواهب الذين سمعناهم ورأيناهم من الخطباء والعرفاء، الأخ يوسف والأخ عقل ما شاء الله أبدعوا في العرافة، الإخوة فرقة النشيد في نشيدهم المبدع، الإخوة في فرقة الفن الذين أوصلوا لنا رسالة عن شهر رمضان المبارك، وآمل أن تكون هذه الرسالة قد وصلت كل أخ وأخت. هناك مواهب عندنا وبيننا في الصوت وفي الفن، وهذا بفضل الله تعالى علينا أن فينا وبيننا ومن أمتنا خامات وكوادر ومواهب عظيمة، علينا أن نستثمرها وأن نوظفها في الخير، نوظفها فيما ينفع أمتنا ومجتمعنا وشعبنا، وما أكثرهم بفضل الله تعالى. وهذه بعض النماذج التي رأيتموها وسمعتموها، فالخير في هذه الأمة موجود، لكن بحاجة إلى أن نفتش عنه وأن نبرزه للعيان. ثم لابد أن نفهم أيها الإخوة أن إسلامنا ليس فقط صلاة في المسجد وبعض التسابيح وبعض الركعات نؤديها، هذا جزء من إسلامنا، لكن إسلامنا أعظم من ذلك، أعظم بكثير. إسلامنا جاء ليبني ولينظم حياة البشر. الله تعالى أراد لهذا الدين أن يحكم البشر جميعا بمنهاج وبدستور ارتضاه الله لنا، ولم ينزل هذا الدستور بشر مثلنا،
إنما أنزله الله لنا. فالإسلام جاء لينظم الحياة كلها في شتى المجالات، جاء لينظم الحياة في الأسرة، في البيت، في المدرسة، في الجامعة، في الشارع، في المؤسسة، في شتى المجالات. لذلك لابد أن يكون بيننا ومن بيننا الدكتور المسلم، المهندس المسلم الذي يفهم دينه، مش بس يفهم دينه في بعض الركعات، يفهم أن الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة كلها. هذا الذي يجب أن يفهمه الدكتور المسلم والمهندس المسلم والمحامي المسلم والإمام المسلم وكل والتاجر المسلم والزعيم المسلم. لا نريد أن يعينوا لنا وتأتينا التعيينات من الغرب لحكام مسلمين طراطير، إنما نريد أن يختار الشعب المسلم زعيمهم ليحكمهم بما أراد الله تعالى وبما أملاه الله تعالى، لا بفرمانات ولا ببيانات تأتينا من هنا وهناك من الغرب أو من الخارج، فرمانات حاقدة على الإسلام والمسلمين، تريد أن تسيرهم كما يريدونهم كالأغنام. لا، خلقنا الله تعالى أحرار أعزاء، لا نقبل الدنية لأحد. هكذا أراد الله تعالى لأمة الإسلام أن يكونوا أعزاء، كما قال عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. ليش بدهم ايش الدكتور مرسي اليوم؟ لأنه قال لهم لا. سفيرة أمريكا قبل يومين دخلت على الدكتور محمد مرسي في آخر لحظات قبل إعلان البيان، دخلت عليه سفيرة أمريكا في مصر وقالت له: أنصحك يا دكتور أن تقدم أنت استقالتك. شوف الخبث، تريد أن يأتي الأمر منه لا إملاء عليه، لا انقلابا عليه. فقال لها: الشعب اختارني ولن أفرط ولن أخون إرادة الشعب. قالت له: إذن فات الأوان. وبعدها جاء البيان، جاء البيان من جهات غربية لينفذ بأدوات محلية بأيدي محلية عميلة خبيثة. فهيهات هيهات هيهات هيئات. إذا كان في مصر وفي الأمة العربية والإسلامية أمثال الدكتور مرسي أن يجعل للغرب على المسلمين سبيلا. نعم، إنها فترة امتحان وابتلاء، لكن الله تعالى لن يجعل لهؤلاء على المسلمين الأحرار الأعزاء الكرماء، لن يجعل لهم عليهم سبيلا. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ أهلنا وإخواننا في مصر من كل فتنة، وأن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم. اللهم آمين. وكل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم على الجميع، والسلام عليكم. الله أكبر ولله الحمد. 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 أيها الجمع المبارك، نعم، رمضان شهر مبارك. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال، اسمع إلى هذا الكلام، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، لقد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، فيه ليلة خير من ألف شهر، فرض الله عليكم صيامه
فرض الله عليكم صيامه وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة في رمضان كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. نعم أحبتي في الله، وهو شهر المواساة. من فطر فيه صائما، من فطر فيه صائما، اسمع إلى الثواب العظيم، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه، كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. والآن مع الفقرة الفنية والمفاجأة العظيمة مع الأخ عماد الأشقر من مدينة الطيبة، فليتفضل مشكورا. أحبتي في الله، الجميع ينتبه إلى هذه الفقرة الطيبة إن شاء الله.